هل يجوز الإعدام شنقا أو ضربا بالرصاص؟ كل هذا من المحدثات في هذه الأزمنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. نعم، قد يجوز ما ذكر في حال القصاص، إذا قتل شخص شخصا شنقا يسوغ للحاكم أن يحكم عليه بأن يقتل أيضا شنقا، لحديث اليهود الذي رد رأس جارية بين حجرين فأمر الرسول به أن ترد رأسه بين حجرين، ولعموم قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن الذي قتل بأية طريقة أخرى فالمعهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.